والثالث والرابع والخامس، هذا ما أعتقد عليه، فإذا غير هذا الشيء قولوا لي. تمام مضبوط. طيب التمرين الثالث، طبعا بما انه انتم حالين الترجمه وجاهزين ايامكم، خليكم وياي ما راح نترجم. We drink orange juice every morning. يلا شلون نترجمها؟ عبير، رجعنا على الفاعل. نشرب عصير البرتقال كل صباح. يا عبير ما يصير نبدأ بنحن، نحن نشرب. طالما جملة فعلية بها فعل نبدأ بفعل، لو جملة مو فعلية أوكي ابدأ باسم، مو مشكلة ابدأ بفاعل. جملة اسمية فعلية، عفوا جملة فعلية. Huda often has eggs and cheese for breakfast. Huda often has eggs and cheese for breakfast. تتناول، نعم تتناول هدى البيضة والجبنة للإفطار عادة، أو عادة تتناول، أو تتناول عادة. ذكرنا بأنه ضمير تقديمه وتأخيره لا يسبب مشكلة. ثالثا I never go to sleep before midnight. شلون نترجم هذه الجملة؟ Yes. لن أذهب، لن تستخدم باللغة العربية للمستقبل. لن أذهب إلى النوم قبل منتصف الليل، لا أذهب إلى النوم، لأن الجملة مضارع وليست مستقبل. لا أذهب للنوم قبل منتصف النوم، لا أذهب للنوم أبدا. لا خلاص، إحنا من قلنا لا هي للنفي، ما يصير أقول لا أبدا، لا يعني لا أذهب إلى النوم أبدا قبل منتصف الليل. لو تقولين أبدا لو تقولين لا، أنت من قلتي لا معناها هي نهار يعني. أربعة، من يترجم لي إياها؟ أوكي بعد. تلعب الفتيات شنو؟ اكو دول، اكو ناس، اكو بعض الدول العربية تسميها كرة الريشة، يعني لعبة الريشة، لعبة الريشة يعني مو مستنس، فيصير اثنينهم صح. تلعب الفتيات، مو البنات، لا الفتيات. The girls play the Ramsey and Selma exchange gifts on their birthdays. في أعياد ميلادهم، أعياد لأن جمع، في أعياد ميلادهم. منى always visits her grandmother at the Christmas. سيف مشكلة يمك بالنت، النت يمك ضعيف جدا، قطع الصوت. تزور منى، عفوا تزور منى جدتها في، احنا نقول علي في العيد المجيد، يسمونه هم يسمون العيد المجيد لكريسمس، عيد الميلاد المجيد كريسمس. لا ما اعرف شيء. لا لأنها ليست كلمة موجودة، أو عيد الفصح أوكي، لأنها ليست موجودة في اللغة العربية. يعني هم سمعت يوم منهج كتب ذهبنا أو شاهدنا لكريسمس، ما سامع بحياتي أنا هيك. أذن الكريسمس، الكريسمس شلون إحنا نقول مثلا باص، يعني كلمة دخيلة أصبحت، بس ليست هي يعني معروفة، ولكن ليست موجودة في المناهج العربية، يعني ليست رسمية، ليست رسمية بالمناهج، في مناهج اللغة العربية غير معتمدة. هذا المسمى احنا نسميه،
شلون ما بعض الناس يسمون الراتب سيلري، او اجلكم الله الدياريه، الاسهال يسمونها دياريه. هذه مصطلحات متعارف عليها بين الناس ولكنها ليست في اللغه العربيه، فلا يمكننا اعتماد هذه المفرده واستخدامها كترجمه بشكل رسمي الى اللغه العربيه. They rarely go swimming in winter. أحسنتم صح. هاي رقم 8 احنا ترجمناها. تشاهد العائلات الأردنية التلفاز كل يوم، أو غالبا ما تشاهد العائلات الأردنية التلفاز كل يوم. طيب طبعا عراقي جوردنيا، بس هذا المنهج قلت لكم لانه انا التمارين اللي ما اخذها من عنده منهج موجود باكثر من جامعه بالاردن وبالسعوديه، دول الخليج تقريبا، ومصر ايضا يعتمدونه في بعض الاحيان، لان المؤلفين مالته دكاتره من مصر، من الاردن، من السعوديه. طيب رقم 4، I fully understand your point of view. أتفهم وجهة نظرك كاملة. بعد من عنده ترجمة أخرى؟ أفهم تماما. أي سيف تفضل. نعم صح، تماما أو بالكامل صح. نعم يا سيف، أي تفضل. حسة ركيكة سيف، حسة ضعيفة، شو تقولون؟ أفهم تماما. لا فهمت ماضي، أفهم كلهم صح، بس أنا أشوفه برأيي أتفهم وجهة نظرك بالكامل. هذه أيضا تمام، أتفهم وجهة نظرك بالكامل. بالضبط. لا هو لذلك هو من قايل I fully understand بمعنى متعاطف وياه. بالضبط. فهو أنا ليش قلت لكم الأفضل إحنا نقول أتفهم، يقول لي I fully understand your point of view. والله أنا جدا شو إحنا نقول باللهجة العراقية، أتفهم وجهة نظرتك، يعني أنا بالضبط أفهم ممكن عامة، بس أتفهم ما هو قايل I fully understand your point، فيها مبالغة بمعنى أنه هو متعاطف وياه يعني. بس هل من يعني جيدا؟ يعني أوكي هو المعنى نفس الشيء تقريبا هنا، أتفهم وجهة نظرك جيدا. لا يعني هسه أنت شوف، يعني هسه أنت حتى يعني حس بالكلمة، جملة حسها مو تمام، يعني أتفهم وجهة نظرك جيدا يعني ما اعتقد هي مناسبه لبهيج سياق، يعني نقول افضل الافضل. لا مو غلط سيف، ماكو شيء اسمه غلط وصح، هاي ترجمه كله صح، ماكو شيء اسمه صح وغلط، بس اكو شيء اسمه يعني ابلغ، تفهم قصدي؟ اكو شيء اسمه ابلغ اوضح، يعني وين ما هو صح، يعني خلينا نقول يعني اصح، يعني في يعني واس انت شخص يعني عربي زين، فانت يعني تفهم هذا الكلام. يعني هسه مثلا رقم 2، هدى needs a pen and pens a piece of paper. يعني انت سيف انا راح اسالك، يعني هل من المعقول اني اترجم اقول تحتاج هدى قلم وقطعه من الورق؟ يعني برايك هذا ترجمه يعني معقوله مضبوطه؟ ما راح تقول لا والله هذه ركيكه، يفضل ان احنا نقول تحتاج هدى قلما، او نقدر نقول قلم حبر لان عندنا بنسل قلم، وعندنا بين قلم، فافضل اقول تحتاج هدى قلم حبر وورقه، ما اقول تحتاج هدى قلم حبر قلم وقطعه من الورق او قطعه من ورقه بيبر ورقه وحده. فانت تعرف يعني انت عربي، هاي لغتك، لغه الام، هاي يعني اسهل لك انت، مو مثل ما أنا مثلاً باللغة العربية أقول لك على سبيل المثال مثل ما موجودة بالسادس إعدادي قطعة سميرة سامعينها،
قطعت سميرة محمود لما لقت لما أحد الأشخاص قال يؤكل العنب حبة حبة، فايش قالت شلون أترجمها؟ ما أقدر أقول يعني ما أقدر أترجمها حرفيا، فجابت مصطلح آخر قالت يعني سمت غيرت بالمعنى إلى أن يكون مناسب للأودينس للجمهور. فأنت يعني هاي سهلة، هاي سهلة عليك يعني لأن لغتك العربية هي الأم، فراح يصير سهل عليك انه انت تترجم من الانجليزي للعربي لان لغتك هاي انت عارف باللغه مالتك يعني، فاسهل راح يكون عليك. نعم، من عنده سؤال او استفسار؟ ما اعرف من راد يتكلم. يس نعم، هي معروفة بالضبط. إيه يعني هي البين قلم حبر وبينسل قلم رصاص. طيب طيب Do you know the answer of this to this question؟ هل تعلم إجابة هذا السؤال؟ أتعرف هل تعلم إجابة وهل تعلم ما هي إجابة هذا السؤال؟ أتعرف إجابة هذا السؤال؟ أعتقد كلهم صح. هل لديك إجابة لهذا السؤال؟ Do you know؟ هل لديك إجابة؟ يعني أعتقد ما بيها مشكلة لأن كلها مصطلحات موجودة لغة عربية عندنا وكلها موجودات عندنا نستخدمهم. Do you know the answer to this question؟ بس يعني صرت أقول هل تعلم الإجابة إلى هذا السؤال؟ إلى هذا السؤال؟ إلى، لأن تو معناها إلى، هنا أنت ترجمت خطأ. لأن ما يصير أقول تو معناها إلى أترجمها، أتعلم أو ما هل تعلم ما هي إجابة هذا السؤال؟ هل تعلم ما هي إجابة هذا السؤال؟ هل تعلم ما هي إجابة هذا السؤال؟ أشوف أضبط هي هاي. كيف صوتي قطع يعني؟ هل تعلم إجابة هذا السؤال؟ هل تعرف؟ لا، هل تعلم أحسن أنا أتوقع. هل تعلم؟ هل تعرف وهل تعلم؟ أعتقد هم مناسبات اثنين، بس هل تعلم أنا أتوقع الأفضل يعني. ترجمتها نموذجية وصحيحة. هل تعلم؟ هل تعلم ما هي إجابة هذا؟ هي أتوقع العلم أفضل. هل تعلم ما هي إجابة هذا السؤال؟ I have only 3 days to finish this paper. تفضلي. اوكي صح. لا، لدي مو امتلك، لان الملك يختلف. اللغه العربيه اي يمتلك الملك باللغه العربيه يختلف، ما يصير اقول امتلك 3 ايام، لان الملك باللغه العربيه بمعنى شيء أنت تملكه ولك الحق التصرف به، مثل سيارة أملك سيارة فما يصير أنا أقول أمتلك 3 أيام، لأن الملكية في اللغة العربية بمعنى شيء ملك لك ويمكنك التصرف به، الأيام ما تقدر تتصرف. نعم، تكون حاجة بالضبط. I have only three days to finish this paper. حتى إذا أعتقد إذا قلنا لدي 3 أيام لإنهاء هذا البحث أعتقد راح تكون مناسبة، ما بيها مشكلة يعني. البيبر هنا يعني ممكن يكون بحث، لأن ما سامعيني يقول لك أو تقرير، ما سامعيني يقول لك إيش صار على البيبر مالتك، ريسيرش بيبر أو يعني وإلى آخره. فالتقرير أو أعتقد ورق تقرير أنسب، بيبر تقرير يعني. في تفضل.
طيب صوتك بعيد. سيف صوتك بعيد ويقطع جدا، اعتذر جدا من عندك. حاول تغير مكانك يا استاذ سيف. طيب the girl seems to be angry with her mother. هو طلاب ترجمينها تبدو الفتاة غاضبة من على والدتها، مع والدتها. يعني على والدتها شلون يعني؟ من والدتها تبدو الفتاة نعم بدت، لا مو بدت، بدت ماضي، ما هي مضارع. تبدو الفتاة غاضبة من والدتها. أكيد، وذا مستقبل لازم للمستقبل. مثلا the girl will seem، ستبدو الفتاة غاضبة من أمها أو من والدتها. فهو هسه الفعل مضارع، لذلك أن تبدو الفتاة غاضبة من والدتها. The boys are tired and thirsty. بعد عطاشة موجود عندنا هيك شيء عطاشة؟ الأولاد متعبون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر فاعل. يعني إخوان هاي الأمور باللغة، أنا بالمناسبة أريد أتكلم لكم عن شوية موضوع. أنا صراحة ما أقول لكم أنا جيد وقوي جدا باللغة العربية، ولكن حقيقة أحب اللغة العربية ودائما أتابع مسلسلات، مسلسلات تاريخية، مثلا مسلسل المسلسلات التركية التاريخية، وبعض المسلسلات الإسلامية أيضا جميلة جدا المحترمة، فيها أشياء جميلة جدا للغة العربية وتستفاد من عندها. هواي ناس مسوي نفسه ثقافته إنجليزية وقاعد لك يحكي لك بس إنجليزي ولهجة أمريكية واختصارات ويلطش ويجيب ويشخط، وتجي باللغة العربية تقول له تعال اعرب لي جملة ذهبت إلى السوق، ما يعرف يترجمها، ما يعرف. بالضبط بالضبط، إيه هي هاي، هذه بيها ترجمة للغة العربية الفصيحة يعني مدبلجة، فهذه جدا قويك باللغة العربية، تقويك باللغة العربية. بالإضافة إلى أنه أنا دائما يعني أبحث عن المعلومات باللغة العربية، أطور أسمع. ليش؟ لأن هذا الشيء يفيدك، أنت لازم تتعلم اللغة العربية. دير بالك واحد يقول لك لا تعلم إنجليزي وكذا، أنت إنسان مثقف ولك مستقبل تكون مترجم، أو إذا أنت مدرس أكيد لابد أن يوم يصير أنك تترجم للطلاب، ترجم لهم قطعة ناس وأنت ما تعرف تترجم لهم حتى إنشاء بسيط ممكن يريد الطالب يترجمه، ما يعني زحمة، يعني زحمة أنه أنت تكون شخص مدرس وما تعرف تترجم ترجمة للغة العربية الصحيحة، تجي تترجم يجي ترجمة غلط بغلط، يعني مو حلوة صراحة. فتعلموا على اللغة العربية وعلى اللغة الإنجليزية يعني ضروري جدا. We prefer to stay at home tonight. نفضل البقاء في المنزل هذه الليلة. Do you care for a cup of tea? يعني الآن هاي الجملة لو رجعت أترجمها، هل تهتم بكوب من الشاي يا هاني؟ معقولة هيك راح تترجم؟ يعني هل تهتم؟ أترغب بكأس من الشاي؟ هل ترغب بالشراء لا لا، شلون كوب؟ كوب ما عندنا باللغة العربية كوب. احنا يا سيف احنا عندنا باللغة العربية كوب، احنا ممكن نقول كأس، ما عندنا لا، حتى استكان شاي ما عندنا باللغة العربية، ماكو شيء. ترغب بكأس من الشاي يا هاني. طيب التمرين الخامس، the boy walked to school yesterday. اي الجملة اللي بعدها the boy walked to school yesterday، اعتقد جملة بسيطة واضحة. مشى الأولاد إلى المدرسة البارحة. مشى الولد عفوا، مشى الولد إلى المدرسة البارحة.
The guest left early this morning. غادر الضيوف باكرا هذا الصباح. هدى sold her car last month. ايش راح نترجمها؟ ايه ليش ما نقول مركبتها؟ لا لا مركبتها عادي مركبتها او هسه انت ادخلي كلمه كار، روحي ادخلي كلمه كار بالقاموس راح يطلع لك مركبه سياره. المركبه الفضائيه اصلا غير هاي الكلمه. اكو تفضل. والله سيف سامحني سامحني والله عذرني. أربعة ما قاعد أفتهم كل شيء من عندك. I didn't hear. يلا من يترجم؟ The thunder during the storm last night because I was asleep. Yes. نعم صح. لأنني كنت نائمة. أو لأني كنت نائم. اثنينهم صح لأنهم ما قال لا جيل ولا بوي، فاثنينهم راح يكونون صح. خامساً the soldier stood under a tree when it began to rain. To rain عفوا. عندما بدأت بالمطر أو عندما بدأت تمطر أو عندما بدأت السماء. أعتقد عندما بدأت تمطر أفضل. عندما بدأت تمطر. إيه يصير. تعرفين ليش؟ لأن إحنا عندنا باللغة الإنجليزية دائما باللغة الإنجليزية نقول it rain إنها تمطر. بس إحنا باللغة العربية نقول هي تمطر. شو نقول؟ نقول السماء تمطر. احنا باللغة العربية. بس هذا المصطلح it rain مثلا اقول it was مثلا على سبيل المثال it was windy مثلا او اقول it was hot. من اقول it was hot كل اللي قدامي راح يفتهم كانت حارة. قولي باللغة العربية انها حارة او انه حار. من راح يفهمك بانها الجو او الدنيا او الطقس؟ ما راح يفهم، ما حد راح يفهم. بس كلمة it was raining مثلا أو it is very hot واضحة بأنها هي باللغة الإنجليزية السماء، لأن هذا مصطلح شائع ومتعارف. بس عندنا باللغة العربية it rain ما عندنا. هسه أنت ترجم باللغة العربية هي تمطر. من هي تمطر؟ شنو هي تمطر أصلا؟ مو واضح، مبهمة. فلازم إحنا نوضح فنقول مثلا السماء تمطر أو بدأت السماء تمطر. اثنينهم صح. defector شو معنى كلمة defector؟ the Russian defector lived. بعد يعني هل أقول عاش الملحد الروسي؟ ما هم روسي نصهم ملحدين يعني. نعم المعارض عاش المعارض الروسي. عندنا كلمة غير المعارض ممكن نجيبها؟ أوكي. عاش المنشق الروسي في لندن لعامين قبل أن يغادر إلى روما أو قبل أن ينتقل إلى روما. بس يصير أقول قبل أن ينتقل أو قبل أن يتحرك إلى روما؟ ليه مو معناها يتحرك؟ مو معناها يتحرك؟ التحرك مو مثل الانتقال باللغة العربية، بس باللغة الإنجليزية التحرك والانتقال نفس الشيء. لذلك اللغة الإنجليزية أسهل من اللغة العربية. يعني هسه عندك كلمة موف معناها ينتقل أو يتحرك. اثنينهم صح. بينما باللغة العربية لا. تختلف الوضع.
الانتقال، يعني يصير يقول اني تحركت الى لندن. يعني وين صايره هاي؟ اقول باللغه العربيه انتقلت الى لندن، بينما باللغه الانجليزيه عادي اقول مو انتقلت، تحركت، نزحت، رحت، جاء، كله صح. نعم، هي من مميزات اللغه العربيه. لا، اللغه العربيه ليست اصعب لغه بالعالم، في هنالك لغات هي اصعب من اللغه العربيه، ولكن اللغه العربيه هي اغنى لغه بالعالم من حيث المفردات ومن حيث التفاصيل. يعني حتى انه اكو ناس، لا هي اللغه العربيه، يعني هي اللغه العربيه، هو القران نزل لاعجاز العرب عن اللغه العربيه، بمعنى ان اللغه العربيه هي بذاتها هي لغه يعني عملاقه قبل أن ينزل القرآن الكريم. نعم، مثلا يقولون إنه الشاعر إذا أنت عندك قصيدة إنجليزية إلى اللغة العربية تقدر تتقن، يعني تترجم من الإنجليزي للعربي، تقدر تخلي قافية للقصيدة، تقدر تسوي قافية للقصيدة. بس إذا عندك كلمة من العربي للإنجليزي لو يجي جد جدك هي تريد أقولها باللهجة العامية، ما تقدر تجيب القافية، ما تقدر، يعني ما يس نكمل. نعم، سابعا، جورج كولد روجر ات 9 لاست نايت بات هي وازنت ات هوم. اتصل جورج بروجر في الساعة، نعم، لكنه لم يكن موجود في المنزل، أو لم يكن في المنزل، نعم صح، لم يكن موجودا في المنزل. It was a beautiful yesterday when Mary and I went for a walk in the park. كان أمسا جميلا، أو كانت ال... كان كان الأمس جميلا عندما ذهبنا أنا وماري للتنزه في الحديقة. كانت البارحة جميلة، ما نقول كان الأمس جميلا عندما ذهبنا أنا، يا كان يوم أمس، لا كان الأمس جميلا، كان الأمس يوما جميلا، أو كان الأمس جميلا عندما ذهبنا أنا وماري للتنزه في الحديقة. كانت البارحة جميلة، ما أعتقد، لا ما يصير، لا مو صح. نعم، يلا ناخذ نعم، سادسا، تمرين 6، I think our team is going to، طبعا هنا راح نترجم المستقبل بسوف أو سه، فأقدر أقول مثلا مها is going to graduate this June، ستتخرج أو سوف تتخرج مها، لأنهم صحيحات. طبعا هذا 6 نقاط، أعطيكم 5 دقائق، أعطيكم 5 دقائق، يلا يلا نبلش بالتمرين. الجملة الأولى، I think our team is going, or well is going to. طبعا إذا جاب لك بالامتحان is أو is going to أو will، فهي نفس الشيء، لأن سوف باللغة العربية نفس الشيء، أما بالإنجليزية تختلف، لما نقول will تختلف عن ال going to، بس بالعربية سوف هي سوف نفسها. I think our team is going, or well is going to win the match. شلون ترجمها؟ أعتقد أن فريقنا سيفوز أو سوف يفوز في المباراة. سوف تتخرج مها، في شهر حزيران، أو في حزيران، في شهر حزيران.
Most of the employees are well are going to attend the meeting on Sunday. سوف يحضروا. أحسنتم صح. We are sure the rain or well is going to stop soon. سهام ترجمتك غلط. أغلب الموظفين سوف يحضر. مو قلنا نبدأ بفعل يا سهام. سيحضروا. نبدأ بفعل. يلا. أربعة. طبعاً هنا جملة اسمية وليس جملة فعلية. فعادي إذا قلت we are sure نحن متأكدون. هذه جملة اسمية نحن مبتدأ متأكدون خبر. نحن مبتدأ متأكدون خبر. طالما جملة اسمية أقدر أبدأ بفاعل وفعل. فحسن عندي مبتدأ وخبر. The rain أو نحن متأكدون. تأكدنا. تأكد. اي شو تكمل الترجمة ايش راح يصير؟ كملي الترجمة ايش راح يصير؟ تأكدنا. تأكدنا من توقف المطر قريبا. تأكدنا من توقف المطر قريبا. لا غلط. نحن متأكدون بأنه نحن متأكدون the rain is going to. نحن متأكدون بتوقف المطر قريبا. نحن متأكدون بأن المطر سوف يتوقف قريبا. نعم صح. نحن على يقين بأن المطر سوف يتوقف قريبا. صح. مو هي إذا ول لا إذا 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 قومت هو عادي. ما هو مستخدم ول وقومت. ول متأكد يعني. فيصير عادي. نحن على يقين بأن المطر سوف يتوقف قريبا. نحن متأكدون بأن المطر سوف يتوقف قريبا. نعم صح. I will be going to 30 years old next week. سوف أبلغ 30 من العمر. أحسنت. يلا الوراء. المستقبل القريب ليش ما نقول قريبا؟ قريبا بس بدون مستقبل قريب. ليش هو مستقبل بعيد وقريب مثلا يعني؟ ما يصير نترجم ترجمة حرفية. نحن متأكدون بأن لا 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 نفس الشيء. لا 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 اثنينهم صحيحات. سوف وسع بالترجمة صحيحات. هذا المنهج هذا صاحب الكتاب نفسه يجي. ماكو فرق يعني. ممكن باللغة العربية يصير ممكن باللغة العربية لا ممكن باللغة العربية في بعض الاستخدامات أو بعض القواعد، ولكن الترجمة من قايل لك ول وقوم تو ترجمها باللغة العربية قايل لك سوف أو س اثنينهم صحيحات. ماكو فرق. ممكن لأغراض البلاغة الأخرى ممكن أكو فرق ما بين السوف والس، ولكن بالترجمة للإنجليزي للعربي هو مترجمها نفس الشيء. The government نفس الشيء. طيب محاضرتنا القادمة راح يكون تحضيركم السابع والثامن والتاسع والعاشر. أربع تمارين. السابع والثامن والتاسع والعاشر حتى نبدي بالتام بالزمن التام المحاضرة القادمة. أربع تمارين.